بارك الله على ناديه. الله يبارك فيك. اليوم راني قايمه بغدايا بوحدي، راتي بوحدي. السلام عليكم المشاهدين، دايرين لاباس عليكم؟ واحد الضيف جاينا عزازين مساكن، مرحبا بهم والف مرحبا. ايوا ربيعه مسافره شي سيمانه دابا، الوالده عيانه، ايوا انا وفتيحه قمنا بالاشغال، فتيحه سيقات وجمعات وخملت وانا درت الغداء. ايوا كما كتشوفوا هادو هما الاطباق ديالنا. هادشي درتيه غير انتي ناديه؟ درتو غير انا. تبارك الله عليك ناديه، هادشي راه المستوى زعما شي ناضي هادشي. ايوا انا اللي حطيتكم على المشاهدين، وهانتوما يونس كيغبر عليكم الله العظيم. نتصور نتصور، ايوا تيقول لك بلاتي بلاتي، عطيوه في التعاليق. انتوما كتشوفوا المشاهدين، الوالده عيانه مسكينه، هادشي راه صرحنا غبرنا عليكم هاد الايامات، راه عدات شويه دابا. تبارك الله على ناديه. الله يبارك فيك. دابا الضيف ديالنا قربوا يوصلوا لك، حنا في الطريق نوجدوا بعدا الشياده باش نحطوا لهم. تبقى شي شويه الوالده؟ شويه ولدي شويه، اللهم لك الحمد. لاباس عيانه راني الحمد لله يا ربي، اللهم لك الحمد. دعواتكم معايا المشاهدين، الله يحفظكم ويستركم. هذه غير القصه ديال با قدر ملي كتزوج الوالده. هيا لا لا ولدي، تجي عليها غير القمحه والشعيره، ولا كيزيك كيقولوا القمحه والشعيره. هيا هذاك الشيء اللي تيقول، تجي عليها غير القمحه والشعيره. اه والمشاهدين الوالده با قدر الله يحفظهم عليا، والله يطول عمرهم، والله يحفظهم ويسترهم وينجيهم من الافات. تيقول لي يونس على التعاليق اللي تديروا لي، الله يعمل سيدي ربي يدير مقامكم في الجنه ان شاء الله يا ربي. ايوا هي شي ضياف عزاز هذو الوالده. جايين شي ضياف عزاز. انتم يا المشاهدين ناديه الحداقه، حداقه تبارك الله. ناديه تبارك الله اللي قامت بهذا الشيء، هي وفاتحه. فاتحه قامت بالسياق والمواعن والجميع، وناديه قامت بالقياس. والدجاج ديالي راه في الفران كيتحمر شي شويه. ان شاء الله يا ربي. والوالده راه دارت شي تحاليل ودارت الراديو، ان شاء الله يكون خير، مازال ما قراولهاش الطبيب. السلام عليكم متتبعات العزاز، لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. واليوم راه حنا فرحانين، مقدنا فرحه بالضيوف اللي جايين عزاز وغاليين على قلوبنا. وهانتوما التحضيرات، انا اختي ناديه راه حنا قدينا الشغل، باش ما تقولوش بنات لاله حد ما حد قالتش. اه تبارك الله ياك الوالده عليكم ابنياتي، كتعترفي بينا. بقدر المشاهدين اليوم راه مشى لحضر القرعه ديال الحج، ان شاء الله حنا نقولوا لكم النتيجه. خليتها الاخر، خليتها الاخر الفيديو، خلي مفاجاه نقولوها دابا. الله الا ما كتقول لهم النتيجه. النتيجه ما جاتش فيهم، قالك هزوا جوج الناس من افران، ديما تيهزوا واحد ولا جوج، كل عام تيهزوا جوج ثلاثه ديما. ودارهم في لي الناس اللي في الانتظار، جا يونس هو الاول قائمه الانتظار. انا هو الاول المشاهدين. الله عليه. الا ما جاتش قال لي بالو، راه ما جاتش هنا القرعه، ويونس جا هو الاول في المنتدى. المنتدى قائمه الانتظار، قال لي راه جا هو الاول في المنتدى. والوالده هي الرابعه دابا المشاهدين، والوالده هو السادس. الا ما مشاش الوالده هي الثالثة، والوالد هو السادس. الوالده هي الثالثة. إذا ما مشاش المشاهدين دابا بشي واحد من هادو اللي خرجت لهم القرعة، يمكن لي يمشي أنا، أنا هو الأول يعني غي يعلموا. ما فهمتش أنا علاش المشاهدين تمشي. أنت درتي الرافق ديالهم، وعلاش داروا لك في هذا هما فرقونا، فرقوكم في هذا ديال الانتظار. ولكن لا تقبل يونس، يقدروا يقريو معاهم. ربما يمشيو معاهم حيت هو مكلف بكم. المهم احنا من المنتظرين المشاهدين. الله يربي دعواتكم معنا، ان شاء الله دعواتكم مع الوالده. راه مريضه مسكينه، الله يخطيها لنا، الله يطول بعمرها. يا سمحوا لنا المشاهدين، خبرنا عليكم كل شيء والله. احنا تنقدوا شي امور. يونس ديما تنقدوا الامور. الوالده كانت عيانه، والله الا عيانه المشاهدين والله العظيم. الوالده كانت عيانه، والوالد راه اليوم شاد الافران، والله العظيم ما كنقدوا شي امور المشاهدين. ان شاء الله حنا غنرجعوا لكم بفيديوهات جديده وبطاقه جديده وفيديوهات ان شاء الله في المستوى. والله الا كلشي كيسول يونس، كلشي كيراه يونس فين، قول لي صورنا فيديوهات وحشناه. والله الا كلشي كيعيط لي في الواتساب. تحياتي للمتتبعات العزاز كاملين اللي كيسولوا في عائله مربوحه، راكم عزاز اخواتي تسالكم في القلب. ايوا انا اللي تنعاونوا شويه، هاني عيانه مريضه، خليني حتى ندير شويه ان شاء الله يا سيدي ربي، ونوليو لكم ان شاء الله يا ربي لا هي فرزق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايوا انتم تتابعوا معنا الاطباق ديالنا كاملين ان شاء الله. و يلا على بركه الله. سي فوقاش حنا وجدنا شي، راه ما نحضرش الصبح المتتبعين يطلعوش. يلا لا يلا بلاتي غادي نجيب الدجاج، راه في الفرن تيجيو الناس وتيجيو الناس. لا تنسخروا الضيف ديالنا وهي صغير، صدقنا الضيوف ما كيبانوش، كيبانو غير جوج الناس وقت كيبانو فيهم. ماشي مشكل، اللي ما كيبانوش يكحزوا الجهه الاخرى. هاد الناس المشاهدين اللي جايين عندنا دابا، هما قالوا لنا حنا حدا الدار، يونس قالك طلعوا هاد الشيء،
بس زعما بما وصلوا يلقاونا مطلعين هذا الشيء ماشي زعما غنحطوه. اه بصراحه السي عبد الرحمن ما درتي فيها ما يصلح تعطلتي علينا الاربعه ونص دابا قريب الخمسه. جانا الجوع. ها؟ جانا الجوع. الخمسه دابا حنا نتغداو مع الخمسه. ما درنا. هو جا. هو جا. انتم ما تتبعي العزاز خليكم معنا اللي كيبان غنبينو اللي ما كيبانش انتم ما نبينوش. السي عبد القادر مرحبا بك اخويا. الله يكبر فيكم الله يحفظكم على السي عبد القادر هو اللي كيبان في المجموعه. معليش عقلتوا عليها المشاهدين. واش عقلتوا عليها المشاهدين؟ يعقلوا على الشوايه راه يعقلوا عليا الى حجان ها كبير هذا. هذو هما الضيوف ديالنا المشاهدين السي عبد القادر والسي عبد الرحمن والعائله ديالهم راه ما كيبانوش كيبان غير السي عبد القادر. مرحبا نوبوا عليهم معليش حنا وجهنا دابا مألوف عندهم السي عبد القادر المشاهدين راه هو اللي تلقيناه في الناظور. تبارك الله سيدي تعاقسكم تعاودوا هذه الصيف عاود الزياره ان شاء الله. ضروري غنجيو عندنا. زيد تفضلوا تفضلوا السي عبد القادر. يلاه زيدوا ايوا المشاهدين غنسمحوا لنا على الروينه دابا المشاهدين غنقول لكم هنا الحمام راه حنا غادي نبنيو دار جديده ان شاء الله. راه هاد الدار هذه ما لقينا فيها المشاهدين ما نصلحوا وراه وصلنا لواحد القرار دابا كتوعدوا والله العظيم شوف كتوعدوا ما كديروا والو. لا شوفي لا قولي فيه مشبخ الدور اليوم. والله الا مشى يجيب الرخصه ان شاء الله. اقسم بالله المشاهدين الا مشى يجيب الرخصه مقاده كلشي مقاده ان شاء الله. غادي نبداو غادي نبنيو دار جديده غادي نبداو الاصلاحات اليوم زوينه غادي نبداو نبنيو دار جديده ان شاء الله قريبا من هذه. غنوريكم دابا نوريكم البلاصه فين غادي نبنيوها ان شاء الله. لحقاش المشاهدين هنا ما لقينا ما نصلحوا الدار مبنيه قديمه واخا لا غادي تصبغ غادي تصبغ غادي تصبغ وتقاد ولكن خلي داكشي مفاجئ خلي داكشي مفاجئ للمشاهدين بلا ما نحققوا المراحل. هنا عندي الحمى ديالي تحطوا ان شاء الله يشوفوا المشاهدين. هاي 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 على الاطباق ديال ناديه. ناديه وجهك الله الله عليا ما تقولوا فيا تحب لينا هذه سلاده بوحدها؟ لا لا معاك. تحب لينا سلاده تقدم بوحدها؟ دير بوحدها دير بوحدها دير بوحدها دير بوحدها دير بوحدها دير سخون. تبارك الله عليك يا ناديه صاحبي. ايوا لا تقول ما حادقينش. عرفت شو الدجاج تبارك الله. شو تبارك الله الدجاج كي جا؟ شنو؟ كيفاش كيصير كيفاش كيتفتش داك كيتفتش قبيله؟ لا. هذا كيبان في التصوير. هي هي على ناديه والحداقه. هي هي انتم لا تقولوا ناديه سهله. تبارك الله علينا. طلع الفاتحه وحط يديك. ايوا بارك انا ديما انت خدامه تعوجي في يديك. وراه خصني نبقى داك الشيء جي نبقى داك الشيء. صافي راه بقى داك الشيء. انا نوطين هذيك. انا نوطين هذه. الصينيه ديال الماء. يلاه ولدي برافو عليك. انا ديال انت تهزيها. حاجه وحده اللي ما عنديش داك الشيء باش غنزوق من الفوق. ماشي مشكل طلعوا بيا راكم عارفين اخويا ساتي داك الشيء مقادير. كون هذا كون المشاهدين العزاز سميتو كون داكشي غيجي رائع وغزال. ايوا انتما خواتاتي انتما معانا الشليضه ديالنا. يلا سي تحية المتتبعين. الله يحفظك سي تحية المتتبعين. سي انا قدمت اكلة. السلام عليكم المتتبعين والمتتبعات العزاز كي دايرين ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. واش كما كتشوفوا اليوم جا واحد ضياف واستقبلناهم الحمد لله وبقاو معنا كما كتشوفوا. الله يحفظك السي علي. غنحب شويه عليكم لا تطيحوه. واخا ما كانش ديك ماشي تصوير راسي وماشي مشكل. اه لا كاين ما كانش ديك راسي من الفوق. المشاهدين يقول لك واش كاين ديك راسي ولا لا. خص داك الشيء يكون من الفوق. ما تقديناش داك الشيء اللي معليش معليش. شي صوره يلا هذا خديتها. يلا نمشي للطاجين راه يتبخ ليا رديته يسخن. يلا تبارك الله عليكم وصافي. الله يبارك فيك اخويا. صافي صافي يلاه حيدي. هذا نهار كبير. قبلوا علينا وصافي والله. حنا غنوجهوكم فيه كفايه. الله يبارك فيك. سي عبد القادر واش كاين شي غدا مع الخمسه؟ صدمتونا بهذا. حنا قلنا نجيو نديرو قهيوه ونمشيو. اصدي الله يكبر فيك. ياك ما تغديتو في الطريق. لا انا ودي حتى حنا جامعين واحد الجوع زعما ما فينا تناش. الله زيد 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 زيد
غير قبل علينا السبخة وصافي. والله العظيم هو شوف تستاهلوا الذبيحة والله العظيم إلا تستاهلوا الذبيحة. الذبيحة السبخة. لا ولا منين؟ من لا ولا منين؟ أنا عارفوا الذبيحة هذه باش نوجدوا لها. الذبيحة السبخة. لا لا استاهلوها نيت. جوج لينا اللي جابونا. الله يكبر فيكم عارف النية النية أبلغ من العمل. الله يكبر فيكم أسيدي والله العظيم إلا ما توقعناش هكا. قبلوا علينا وصافي. راه ما عمرت تنسى لنا الضيافه اللي دار لنا السي عبد الرحمن. ايه ها ما تنساش والله ما تنسى بالله. مسكين اصحاب القهاوي اللي ما درنا ما نعوضهم داك الشيء. اللي ما درنا ما نعوضهمش داك الشيء. والله ما نعوضوه بالله. كي جا الطياب ما فيه ما يتشاف. حرب الله غنجي المغارفه راه المغارفه ديال ستي وراخو. دابا دابا بغيت المشاهدين الضيافه هما اللي غايقولوا الراي ديالهم. وانا ما طلعتش عندهم كاع ما طلعش. واش لا شحال تكلم فروج؟ لا جا زوين زوين. شحال تكلم فروج؟ الا تكلو الا تكل دجاج بزاف راه زوين، ما تكلش بزاف راه ما زوينش. صافي تنشوفوا. جيبي لي ستي، جيبي لي جيبي لي هذه ديال هذه المغرفه ديال هذه باش كان ستي. هذا البرقوق ديالنا المشاهدين نتوما كما عسلتوا، وهي المريقه ديالنا ها نتوما. راه تما غرفه ستي لقيتيها؟ عرفتي كتعرفي ها؟ عرفتي واش معرفتش؟ واش لقيتيه؟ عرفتي واش معرفتش؟ واش معرفتش؟ فاتحه شنو دارت؟ انا خويا سيقت الدار الفوق وخملتها وغسلت المواعن وشطبتها الساحه كامله درتها تسيقه. واش طبتها انت ما كانش شدني كلشي نقي. وصلت للمواعن روينه ديال المواعن. اي 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 ورا كل واحد اخويا شنو كاين. حادقات حادقات حادقات. عرفتي راه من 6 الصباح حنا فايقين. والله من 6 الصباح المتتبعات العزاز حنا فايقين. والغدا والجمعه 11 ديال النهار. المتتبعات ديالنا تعطلوا، الضيوف ديالنا تعطلوا ما جاوش بكري. مازال طبسي بعد غنمسحوا راه تقرمز. يونس راه ما تخلي يونس فين هي ديال الانتقاد. مرحبا بكم. ها حميد جار كبير هذا. اهلا وسهلا بك رفاعه لاباس عليك تهاني عمر مزيان. مرحبا بكم. مرحبا بكم. السلام عليكم. حنا كنستناو وقت التحليل نقراو شنو جانا. صحه لاباس عمر مزيان. مرحبا تعالي للوالده. سلام تحيه لاباس اليوم فيه تهاني. الله تهاني. الله تهاني. تديهم غدا للدكتور ديالها. هذا هو الطواجين ديالي كما كتشوفوا بالبرقوق والمريقه معلكه. يا سلام معلكه. والله الا معلكه. عييتي ما ما تدير فيا ولكنني انت ياك بوحدي ما كاين حتى واحد دابا كي جاتك العراق. بغينا نزوقوا شويه الزنجلان الساعه المتتبعات عزيزاتكم عارف في العربيه. المهم راه حطينا هكا نيشان عادي بلا زواق. كاين الزنجلان بلا زواق بلا نفاق. لا لا ما كاينش. غزاله الشحمه يونس، يونس كيبغي شويه الشحمه. سلاو ياك كلاو بعد الدجاج. كلاو. يلاه انتم معنا المتتبعات العزاز. ماشي هناكم يا متتبعات العزاز مرحبا بكم. شنو تكلم اسامه؟ حتى الضيف تا مسخرو. شنو هذا؟ هذا هو يعاود عاونتهم باش نساليوه صح والو. راه راه هنا ساق هذا. بسم الله. حيد والله حيد حيد هذا. زادك زادك راهي. هذا ضحايا الحرب. ديك الشعيه شي دخلت فيها. بالصحة والراحة. الله يبارك فيكم وراحتكم. ما حنا صاحب قلب. الله يسمح لنا. يلا سير الله يسمح لنا منك. اللي ما سمحتكمش فيه. خويا تعذب علي انا مازال محتاج. مرحبا بكم نهار كبير هذا. تقيل. غنبني. شو شو الدراري شوف هجوم هجوم. ما وراء الكواليس. خصك تبني وصا وراء الكواليس ماشي نبي لا باصا. كاملين كاملين باش كنا صغار هكايا. جوع مع دابا راه كيرجع يا المتتبعات العزاز عطيتو ذوك العظومه وداك الشيء مع كتكذبو كيجي واعرين والله العظيم. ايوا انتم حطوا الدراري هنا ياكلوا. هاتي انا ديالها كلاو باش. كلاو في الشعريه عجبتهم ذاك الشعريه. ياك. ذاك عجبتهم. مقومه. ماما. ايوا مزيان تبع كليت الشريك. هو جا حار شويه انا ما كليتش الصراحه. صح جا حار شويه هو ربما يكون عجبهم الحار. ايوا الهريسه. كثرتي الهريسه. لا اصلا انت ما كتبغيش الحار نهائيا. هو راه خصو الحار هو اللي كيجي. الحار كيبان لنا عاوتاني الدجاج. كل كل طاجين ما كيجيش بنين. نطلع لك شويه. سير هذا يطيح. سير يلاه سير. ما قبل لابس لا سروال لا والو. ولابس الشورت. اه لابس الشورت. ما كيبان لا شورت لا والو. سير غير شويه عندك غير شويه غير شويه.
انا والله الا صحابي ما لابسش الشورت والله الا كاين صحابي البارح ما لابسوش ما كراوش طاجين كراو دجاج دجاج كراو بزاف هذا الحم هي هذا ديال شتي شهيره ديال وعاد راه ما كاينش داك الطبسيل اللي طويل اللي كتعلى زعما يتعلى دلع شي شويه يجي عالي جا ماشي لداخل ولكن ماشي مشكل كلشي جاز زوين والو يلا جا امين اش 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 انت غادي تصلح لهاد الطبسيل هذا يلا كيمشي يطيح جاز معايا جاز معايا جاز معايا ولكن نغسلو يديكم هذا جا طيب انا جايين هنا غطي يديكم غسلو يديكم في الزيت ضروري انت جا ما تمينيش غير ما نبينش لك امين ما تمينيش خصني نقلب كلشي ما يتقلب والو ان شاء الله ها لا بقى زيد نتعاونو انا وياك جاكم الجوع الجوع ضروري الجوع تاع بصح ولكن المشاهدة راه استدم استدم تعطلو عليهم الغدا كيبقى شي خويا شوية شوية خويا اللهم لك الحمد مازال هاد الفتحة كتسيل شوية ولكن دابا راه ان شاء الله غادا تتنجح ايوا نتوب الله العملية كانت صعيبة كانت صعيبة خويا نتوب الله بقيتو مشاري فران هاد النهار مشاري فران قالك شنو خرجت في القرعة قرعه ما خرجتش ولا اني كاك في سميتو كاك طلعتي انت الاول واقيلا في الانتظار الانتظار الا ما مشى شي واحد الا ما مشى شي واحد اييه عاد المنتدى المنتدى ولا لا يحرم شي واحد من ذاك المقام امين يا ربي امين الا ما خرجتش العام الجاي عاوتاني نولي ومشى يجيب ديك الرخصه نولي نتقيدوا ان شاء الله ديك الرخصه شدا شنو قال قال لك راه غادي يمشي يخلص شي هدف مكناس احنا قلنا المشاهدين قلنا ما ودي راه باقي لا ما صلحوا في الدار غير نبنيو شي دوره جديده احسن من الاحسن كاع راك عارف اخويا هنا واخا قلت هذه غتصلح غادي نصبغوها ونقادوها ونديروا لها شويه ديال الزنيج ان شاء الله بحول الله شويه بشويه اخويا كون غير الخير ان شاء الله ونديروا الدويره جديده ان شاء الله فين نستقبلوا الضيوف ديالنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب عياش صحة والراحة يلا شكون الفرو شكون الدجاجة أنا فرو الدجاجة شكون الفرو شكون الدجاجة أنا فرو الدجاجة شكون الحمار شكون الحمارة شكون الحمار شكون الحمارة شكون الحمار شكون الحمارة ما كون سكتو ما بديك كان الحمارة ولا الحمارة قلت أنا حمار أنت هو حمار الوالدة نعم ولدي دابا شنو غتعطي الوالد الموافقة ولا ما تعطيهالوش؟ إيوا ما نعرفش يعني هاد السي عبد القادر سي عبد القادر قال لي راكي غادي ديريها وغادي غادي تغيري وتنوضي غادي تندمي وما نعرف ما نجيش نشهد وأنا تنقول راني عييت خليه يمشي يشوف مرة اللي تقد بيهم ولكن الوالد المشاهدين ما بغاوش شرب يا بعدا شرب ما بغيتوش السي عبد الرحمن لا ما شاء الله مشاهدين ما بقاوش الله يكبر بكم اولدي على خطيكم الله يطول عمركم لا دابا هضري بالمعقوله الوالده خلينا من هذا واش تبغي تزوج ولا ما تبغيش قولي الحقيقه والله الحقيقه ولدي دابا ملي نعيت انا بغيتو يتزوج في الحقيقه ماشي بغات يتزوج بغات اللي يجيب يضرب تماره اللي يضرب تماره انت هادي اللي غادي ما تضرب لا تماره لا والو ولا لا ما كتضرب تماره غتزيد لا كان غد ما تضرب تماره بلاش ها تولي تخدمي عليهم جوج والله الا هذه اللي غتجمع له حب وجبن واه داكشي اللي كاين الله واه حتى هو تيقول لك اجيبها صحراويه اه تا هو تيقول لك خصو صحراويه انا كي كنجيبها صحراويه ايه والله يسامع علينا الا يديروك في شي كونطرا يتهلاو فيك ويديروك الله يسهل تتكرسي من مورا ما كاين هذاك الشيء اللي كاين اولدي والله عندك هذاك الشيء اللي كاين اولدي اي والله يسامع علينا حنا تنقولوا ما نعرف لا لا ما كاين لا زواج لا والو ها تنزلش على حقك لا صافي وهذا المشاهدين قال لك اللي قالوها اللي قالوها المشاهدين دياولي صافي غادي ندير بنقص الحاج جات عسلي هذا تعطيه للاخرى لا الله هذاك الشيء اللي كاين سير مجي بناتي خويا راك كتبرد الدعوه كنرشوا هاد الغبره تقدا خويا يونس
راه حنا فرحانين جاو عندنا شي اصدقاء عزاز. واش معك يونس بعدا باش يبرد؟ باش يتبرد حتى هو. تابعين. دابا اللي شافكم غيقول توامات. وي تيقول توامات. تقدا وحده. باقي انا تقدا وحده يلا المشاهدين. وانا كبيرة على هذه وعلى هذه. لا سقات قالت لك انا كبيرة على هذه وعلى هذه. على هذه وعلى هذه. لا جاتكم فرات. عيين انا مريضه صحت مريضه عشنا انا مريضه كامل كنت كفرتي بقيتي صغيره دابا كفرت راه عندها معنى اخر انا مريضه انا مريضه في الشباب ديالي ومهوراها وديما ضحكه انا مريضه والله الا غير نجي ندير هاد المتتبعين ينوضوني عرفتي سبابي تا كان مسد الليله والله عاد دابا تغداو درنا مع كويزات وهذا بلاتي نديرو كاسكرو طيب باش جالسين تحتو تلقاش الوالده يا يونس كتقول الجلسه بلاياتي ماشي جلسه راه ماشي نديرو شويه ديال الملاوي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي خويا راه كاير ان شاء الله الا الدنيا كتبرد ولا كتبرد بزاف كاع. ايوا الله يعطيكم الصحه غبرنا عليكم المشاهدين غبرنا عليكم بهذه الاجواء هذه كتغبر بزاف. لا لا غادي نرجعوا ان شاء الله خلصوا داك الورد والله الا تيشعشع بعد سميتو تيبغي داك الوردات كيولاو فنين كون حياو الدار تمشي كامله بداك الورد غزاله. دابا خويا راه هضرنا مع الوالده قالت لك الوالده ما تعطي الوالده موافقه لا والو ما قبلاتش الزواج ما قبلاتش لا والو المشاهدين ديالي ما قبلوش الا هذا الله زعما المشاهدين ديالي ما قبلوش حتى انا ما قبلاش ياك مثلا انت خويا باغي ديرها اييه انا قلت زعما تعطي الراحه لنفسها ها انت يا زيد باغي ليها تفتح لك الطريق دوزتها انت اييه دابا دير باك ما دير شي عيب ولا شي مشارك كان قال ياخذ الراي ديال مليون مشترك نبصمو ليه بالبصمه عاد عاد يتزوج اييه مجموع الوالد صح قال حسن نبصمو كاملين حتى انا وافقوا وهذا لا قولي للمشاهدين مع السلامة. يلاه بالسلامة عليكم المشاهدين الله يحفظكم ويستركم ونجيكم من الأسف. شكرا على قالوا هذاك على هذا الترحاب اللي درتوا لنا والضيافة وحسن الضيافة. الله يكبر بكم وشكرا بعدا قالوا هذاك حيت دخلتونا معكم في القناة راه كتزعمونا راه كتزعمونا. صافي غدا فكرني نفتحوا لاشين صافي. نزاحمهم اسي شكرا بزاف والله يوفقك ان شاء الله فرصه سعيده بعد تعرفنا عليكم اكثر ربي يخليك يلاه السلام اخوتي ان شاء الله